وبأول مساحاتنا حنروح للفقرة الطبية. اليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم وجدا عند الأطفال بنشوفه يا ليلى للأسف تماما. يعني بنسبة ما قليلة وهو تشوه الأعضاء البولية والتناسلية عند الأطفال. اليوم رح نحكي ونضوي على هاي الحالة. للأسف بعض الحالات الأهل ما بينتبهوا لوجودها عند الأطفال بالوقت المناسب. اليوم شو هي رحلة العلاج ومدى إمكانية العلاج بهي الحالات؟ بعض الحالات ممكن يكون إلى أعراض ظاهرة يقدروا الأهل من خلالها أنه يكتشفوا أن ابنهم بيعاني من حالة ما، والبعض الآخر من الحالات ممكن يتم كشفها عن طريق بفترة الحمل، والبعض الآخر عن طريق التشخيص. اليوم رح نضوي على هذا الموضوع واستفسارات جدا مهمة هيخبرنا عنها ضيفنا لليوم وهو الدكتور عدنان حسامي، أخصائي بولية عند الأطفال، جراحة بولية عند الأطفال. سعد صباحك حكيم. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور. صباح أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني هذا يعتبر هذا الموضوع أهم، أحد أهم العيوب يعني اليوم بالأعضاء التناسلية عند حديثي الولادة والأطفال، ويمكن الأهل في بعض الأحيان ما ينتبهوا لهذا الموضوع. بداية خلينا نعرف شو هي التشوهات البولية التناسلية. التشوهات الخلقية عند الجهاز البولي عند الأطفال تصيب كل أجزاء الجهاز البولي من عند الكلية إلى الحالب إلى المثانة إلى القضيب إلى الفرج عند البنات. هالتشوهات قد تكون مؤثرة على الحياة وأحيانا مميتة إذا وصل الطفل إلى قصور كلوي مزمن، وقد تؤثر على نوعية الحياة تبع الطفل إذا أهملت، والطفل راح يعيش مدى الحياة معاناة بسبب هذه التشوهات إذا أهملت ولم تعالج بالوقت المناسب. التشوه قد يكون على مستوى الكلية، مثلا البوليسيستيك كيدني أو المالتيسيستيك كيدني اللي هي كلية عديدة الكيسات، وهي مرض بالمناسبة الثاني منهم هو عبارة عن مرض وراثي. قد تصيب الكلية، بتعمل استسقاء شديد بالكلية بسبب تضيق الوصل الحويضي الحالبي، وهي تدبيرها يجب أن يكون سريع، وأحيانا يجب أن يكون علاجها وتدبيرها انترا يوترين بقلب الرحم. بكثير دول هلأ يعالج ذلك مبدئيا والطفل أو الجنين لا يزال في بطن أمه. هلأ طبعا نحن هون ما عندنا هالإمكانية. التشوهات قد تصيب الحالب، عندنا شيء اسمه الحالب العرطل أو الحالب العريض المتوسع اللي قد يكون سببه انسداد بالحالب بنهايته، أو القلس المثاني الكلوي يعني الارتداد البولي من المثاني إلى الكلية. عندنا تشوهات على مستوى المثاني، مثلا المثانات العصبية اللي بيكون تعصيب المثاني غير متكامل، فانفراغ المثاني سيء، هذا بيأثر بالمستقبل على الجهاز البولي العلوي. في عندنا تشوه شديد جدا ومزعج جدا وصعب جدا اسمه انقلاب المثاني الأمامي، عندما يلد الطفل أو الطفلة والمثاني مفتوحة على جدار البطن ولا يوجد معصرة. عندنا تشوهات على مستوى الإحليل، وهي شغلة كتير مهمة اللي هو الإحليل التحتي، يعني بتكون الفتحة البولية ما أنا موجودة بقمة القضيب عند الحشفة، بتكون موجودة الفتحة أحيانا على مستوى جسم القضيب، أحيانا فتحة البول بتكون بجزر القضيب عند الصفن. هذا بسموه الإحليل التحتي. عندنا شيء اسمه الإحليل الفوقي. عندنا تشوهات الخصية، الخصية الهاجرة أو الغير النازلة. عندنا شيء اسمه قيلات مائية بالخصية. فتشوهات الجهاز البولي الواقع هي عبارة عن موضوع واسع كبير يكتب عليه كتب، فما بعرف إذا بهالعجالة راح حكيم بكش. يعني ذكرت حضرتك أنواع كتير وكل حالة أكيد إلى تشخيصها وإلى رحلة علاجها، وذكرت نقطة أن اليوم الطب قادر يكشف هذا التشوه عند الجنين أثناء فترة الحمل، ولكن نحن اليوم ما عندنا هي الإمكانيات. اليوم كيف يتم كشف اليوم جنين برحم الأم أنه اليوم عنده هي التشوهات؟
تشخيصيا، خلينا نحكي عن تشخيص هذا المرض. هلا الواقع دور طبيب النسائية والتوليد مهم جدا بهالحالات، انه هو من خلال النصف الثاني من الحمل لازم يكتشف هذه التشوهات، لازم يحط الاهل بصورتها، لازم يكون في استعداد من فريق طبي اخر اللي هن جراحين الاطفال واطباء الاطفال لاستقبال هذا الولد المشوه. نعم. وتدبيره بالسرعة الممكنة. نحكي مثلا هلأ نحن عن استسقاءات الكلية اللي هي التوسع تبع الكلية بسبب انسداد مخرج الكلية، الحالب بيكون متضيق، هذا بيسموه تضيق الوصل الحويضي الحالبي. هذا تدبيره يجب أن يكون إسعافي وسريع. عندنا شغلة كتير مهمة بسموها دسامات الإحليل الخلفي، وهي مرض عند الذكور خاصة، بيكون بمخرج المثانة ببداية الإحليل في دسامات تمنع خروج البول من المثانة إلى الإحليل. هي يجب أن تشخص ضمن الحياة الجنينية، طبيب التوليد لازم يشوف المثانة تبع الجنين متوسعة. نعم. هي تدبيرة أيضا إسعافي، لأنه بقاء البول وضغطه على الكلية راح يأثر على وظيفة الكلية بالتدريج، راح يودي بالطفل إلى قصور كلوي، والقصور الكلوي مثل ما نعرف كلياتنا هو شيء مهدد للحياة في بعض الأحيان. تمام دكتور، كثير من الدراسات اكدت انه زواج الاقارب بيؤدي لتشوهات احيانا في الجنين، لكن اليوم خلينا نحكي مدى تاثيره على هذا الموضوع. هلأ لا شك زواج الأقارب أصلاً هو شغلة غير محمودة بشكل عام. هلأ على مستوى الجهاز البولي والتناسلي في أمراض من الكلية الخلقية اللي هو بيسموه البوليسيستيك كيدني أو الكلية عديدة الكيسات، هو مرض خلقي وتشوه خلقي وراثي بامتياز. يعني في عبارة عن خريطة وراثية بتقولنا شو الانتقال الوراثي تبعه. طبعا له نماذج، هذا النموذج الطفلي والنموذج الكهلي والى اخره. هلا التشوهات الاخرى هي خلينا نقول هي عائليه اكثر من وراثيه، يعني ما الى صيغه انتقال صبغيه واضحه، ما في خريطه صبغيه واضحه لانتقالها، ولكن بنشوف انه في عائلات تشيع فيها مثلا تشوهات الاحليل، خاصة الإحليل التحتي، تشيع فيها مثلا موضوع الإحليل الفوقي، تشيع فيها مثلا القلس المثاني الكلوي، فهذا عائلي أكثر منه وراثي. طيب دكتور، خلينا نروح لبعض الحالات، يعني للأسف بعض الأهالي ممكن ما ينتبهوا بالوقت المناسب أنه هذا الطفل عنده مشكلة يعني، بس ولكن اليوم وقت عم تكون الولادات والمشافي يمكن الكادر الطبي عم بيكون مشرف على حالة الطفل. خلينا نقول في حال ما تم الانتباه لوضع هذا الطفل، شو هي الإجراءات الطبية اللي ممكن يتبعها الطبيب المختص؟ هلا في بعض التشوهات مثلا موضوع القلس المثاني الكلوي او الارتداد المثاني الكلوي هو عباره عن عوده البول من المثاني للكلوي. هلا هذا المرض اعراضه هي اعراض عامه، هي اعراض التهاب مجاري بوليه، اعراض حراره، نقص وزن، قمى، اقياءات الى اخره. فهي يجب أن تلفت نظر طبيب الأطفال المعالج في حال استمراره عند الأطفال الصغار، عند الأطفال الأكبر، أنه يتحروا وجود مشكلة بالجهاز البولي. المفتاح الرئيسي تبع التحري هو تحليل البول والراسب، ببين في عنا التهاب إيكو بسيط، وهو إجراء بسيط وغير راد، بنشوف إذا في توسع ولا لا، وهي مفتاح مشان نروح على تشخيص أكثر اللي هو تصوير المثانة بالطريق الراجع اللي هو ومضان للكلية وأحياناً تنظير بولي. تمام دكتور، إذا بدنا نحكي عن مرحلة العلاج ذكرت حضرتك من شوي، لكن هل كل الحالات اليوم بحاجة إلى علاج أو بحاجة إلى جراحة، وإيمت بتكون الحالة بحاجة لتدخل جراحة وإيمت لا؟ في حالات مثل ما قدمت هي حالات إسعافية، يعني يوم اللي بيكون في عندي أنا انسداد بالجهاز البولي على مستوى عنق المثاني بدسامات إحليل خلفي،
هذا العلاج يبدأ في الساعات الأولى. لازم نحط له الولد قسطرة بولية خلال الأيام الأولى، بنعمل نحن شيء اسمه خزع للدسامات عن طريق التنظير، هو عمل غير جراحي مبدئيا غير راد، ونحن في إنقاذ للجهاز البولي. عندنا مثلا موضوع الاستسقاء الكلية بسبب تضيق الوصل الحويضي الحالبي، نعمل ومضان بنشوف إذا وظيفة الكلية بدأت بالتدهور، فنحن بنتداخل عليهم بجراحة تصنيعية للوصل الحويضي الحالبي بأعمار كتير مبكرة، بأحيانا خلال 4 إلى 6 أسابيع. التشوهات الثانية مع وقت أكثر، لنفرض طفل عنده إحليل تحتي، الحليل التحتية الجراحة تبعها ممكن نعملها خلال السنة الأولى من العمر، ففي وقت أكثر وهي غير مهددة للحياة. هي في موضوع الواقع كتير مهم لازم نطرحه، وهو موضوع إسعافي اجتماعي وطبي بآن واحد، اللي هو تشوهات أو عدم وضوح الأعضاء التناسلية. يعني أحياناً بيخلق طفل الأهل وحتى الطبيب ما بيحسن يميز إنه هذا الطفل هو عبارة عن ذكر أو أنثى. هلأ بيسموه الناس خنوسة بشكل تجاوزي، هو خلينا نقول عدم وضوح بالأعضاء التناسلية، ففي صعوبة بيكون بالغة من النظرة الأولى إنه نشخص هذا الطفل ذكر أو أنثى، وهذا ملح اجتماعيا على العائلة وعلى المجتمع، إنه الأهل شو بدهم يقولوا للمحيط تبعهم إنه إجانا ذكر ولا أنثى. فهذا موضوع الواقع إسعافي من الناحية الاجتماعية، ولازم تنعمل بعض الإجراءات اللي مثلا الصيغة الصبغية، اللي مثلا تنظير بولي بسيط إلى آخره، مشان نحسن نحدد إلى حد بعيد إنه هذا الطفل ذكر وبده إصلاح إلى اتجاه الذكورة، أو هو أنثى ويجب أن يصلح في مرحلة لاحقة باتجاه الأنوثة. بس باللحظات الأولى بالدقائق الأولى الأهل بدهم جواب إنه شو جنس الوليد وكيف راح نتصرف معه. للأسف دكتور مشوف حالات من الحالة اللي ذكرتها، ولكن دائما نظرة المجتمع وخوف الأهل من المجتمع المحيط ممكن بيأثر على هذا الطفل المخلوق حديثا. يعني ومثل ما ذكرت حضرتك، يعني حتى الدكتور يعني بوقف محتار بتحديد هذا الجنس. خلينا نروح للمضاعفات. اليوم الطفل اللي بيعاني من موضوع التشوه الأعضاء التناسلية والبولية أكيد في مضاعفات، في آلام بيشعر فيها. شو هي أهم المضاعفات اللي ممكن يشعر فيها؟ أهم مضاعفات ومشاكل تشوهات الجهاز البولي هو أن نمنع أن يذهب الطفل إلى قصور كلوي. القصور الكلوي هو عبارة عن كارثة طبية اجتماعية عند الطفل، لأنه هذا الطفل راح يمشي باتجاه غسيل الكلية اللي هو من المشاكل الكبرى، إن كان عن طريق البريتوان أو عن طريق التحال الدموي، وبالنهاية هو طفل مرشح لزرع كلية. لذلك المعالجة المناسبة بالوقت المناسب والسيطرة عليها عم تمنع أنه نحن نحط الطفل بزمرة الأطفال تبعات القصور الكلوي. هذا الاختلاط الأساسي لتشوهات الجهاز البولي. أهم مضاعف اليوم ورحلة الألم دكتور؟ في آلام ظاهرة، ممكن آلام ظهر، آلام بالمجرى البولي. الواقع الآلام مقدور عليها مقارنة مع طول الحياة، مع العمر ومع الكواليتي تبع الحياة. هلا في حالات طبعا يجب أن تدبر بشكل مناسب، اللي هي تشوهات الإحليل اللي هي الإحليل التحتي. إذا دبرت بشكل خاطئ من ناس غير خبراء راح يتعرض الطفل بدل ما يتنحل أموره بمشكلة بعملية واحدة راح يذهب إلى أكثر من عملية. هلا بالمناسبة نوصي بالأطفال اللي عندهم تشوهات بالإحليل إنه ما يجرى لهم ختان ولا يتسرعوا بالختان. كل طفل عنده تشوه بالإحليل أو عدم اكتمال بالقلفة، عم نحكي عن الذكور، يجب أن يؤجل الختان إلى حين حل المشكلة، لأنه تصنيع الإحليل التحتي
بوجود القلفة يعني تبع الطور تبع الختان، هذا بيساعد كثير على أنه تمشي العملية بشكل سلس وبشكل أنجح من أنه الطفل يكون قد ختن وراحة الجلد اللي بنستعملها نحن أثناء العملية. موضوع الخنوسة أيضا مهم جدا، لأنه كمان تدبيرهم المناسب بالوقت المناسب وبعملية جراحية واحدة يوفر على الطفل آلام اللي حضرتك عم تشير عليها وعم تركز عليها، آلام نفسية وآلام جسمية شديدة، وتوفر عليه العديد من العمليات إذا ما أجريت بشكل مناسب وبالوقت المناسب. طب دكتور، هل تناول اليوم الأم بعض العقاقير أو تعرضها لنوع من الأشعة أثناء الحمل له علاقة بهي التشوهات؟ بشكل عام هالكلام صحيح، ممكن يأثر، أما ما في أدوية معينة بنعرف نحن من الناحية الطبية والعلمية أنه تؤثر على الجهاز البولي بهذه المنطقة أو على مستوى الكلية أو الحالب إلى آخره. طبعا يعني لا يجوز أن تتناول السيدة الحامل أي دواء إلا باستشارة الطبيبة، ما بيجوز تتعرض للأشعة، هذا أكيد، بس ما في رابط واضح طبي بين بعض الأدوية وبين بعض الأمراض أو التشوهات البولية والتناسلية. طيب دكتور، حضرتك ذكرت كتير حالات للتشوهات، اليوم هل كل الحالات قابلة للعلاج؟ في إمكاني اليوم لعلاجها بشكل نهائي أو لا؟ في نوع من حنا طبيا ما نقدرين نسيطر عليه؟ 100% كلياتها تعالج ويجب أن تعالج، ولكن في الوقت المناسب وبيد خبيرة. بضرب لك مثال، مثلا انقلاب المثاني الأمامي اللي هو التشوه الشديد في المثاني، هو عمل جراحي كبير يستغرق تصنيع المثاني 10 إلى 12 ساعة إلى 14 ساعة. تصنيع المثاني الحقيقي الكامل مع الإحليل هو عمل جراحي كبير يستغرق وقت كبير، وما في شيء من تشوهات الجهاز البولي إلا يصلح ويكون شافي إذا أجري مرة ثانية بالوقت المناسب وباليد الخبيرة. تمام دكتور، ذكرت من شوي أنه ممكن يخضع الطفل من المراحل الأولى من الولادة لا جراحة، هل الطفل اليوم بأعمار الساعات الأولى أو بالأسابيع الأولى قادر أنه يتحمل هي الجراحة، ولأي مدى ممكن يكون نسبة نجاحة العملية؟ 100% اليوم في عنا نحن إمكانيات أن يجرى تخدير وجراحات كبرى لأطفال بأعمار الساعات الأولى. يعني الطفل اللي عنده انسداد بالإحليل مثل ما حكينا دسامات الإحليل الخلفي، هي خلال 3-4 أيام يجب أن يجرى له خزع دسامات الإحليل الخلفي. في الحالات الثانية غير البولية الطفل يجرى له جراحة فتح بطن أو فتح صدر في حالات عدم تخلق المري مثلا، بالساعات الأولى يجرى له عملية وصل للمري الغير المكتمل عبر فتح صدر وعمل جراحي كبير نسبيا. دكتور رامنا، نشكرك على كل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما نقول الصحة والسلامة لجميع أطفالنا. نورت صباحنا لليوم، أهلا وسهلا بفيك. شكرا لك دكتور وعلى المعلومات اللي قدمتها. شكرا.